السلام عليكم ورحمة الله إخوان طيبين، مرحبا بكم في قناة وطود رحيمه. معكم أخوكم مصطفى وأخوكم أحمد اللي زارنا اليوم. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وأنت من الكليان القدام دابا، غنحسبك من الكليان القدام. هذه التجارة دابا الثالثة. الله يبارك ومرحبا بك خويا أحمد، الله يدخلها عليك بالصحة والسلامة. هذا السي ماكس بعنا له، هذا السي ماكس الإخوان وما كان من الاول يمشي ينعس، قال لي يلاه ننعس ويشوف الفيديو ويفيق. والله الا كنت غادي ننعس يلاه دخلت غادي ننعس، وانا قلت راه نقلب شنو كاين في اليوتيوب لي كونسي مصطفى ليه شي حاجه، وانا لقاك الاحتياط الفيديو ديال سي ماكس وانا نوض من الفراش. عيطت للسي عبد الفتاح قال لي اجي دابا، جيت ديك الساعه والله العظيم، ودرنا التجاره في 5 دقائق كما كيقول سي مصطفى. يستاهل كل خير الحمد لله، الله يجزيك بخير. الله يجزيك بخير. ورا ديجا الاخوان كنخدم من عندنا البي، هاد الكلاس بي دابا داير معنا روبريز دابا. السياره راه ناضيه تبارك الرحمن، هي كما انت الحمد لله كما خديتها كما باقا اوتوماتيك، ما نعاودش لك السياره الله يعمرها دار. غير انا كنت كنقلب على شي حاجه عائليه كبيره وعائليه حاجه كبيره، وفعلا لقيت داكشي اللي كنقلب على طبعا مصطفى. واللي نبغي نقول لكم على السي مصطفى، السي مصطفى راه راجل معقول وعنده غني شان، ولا بغيتو المعقول وبغيتو زعما تقلب على السياره اللي غتكسبها وهذا والجوده والثمن، فزوروا السي مصطفى. زوروا السي مصطفى راه انسان طيب وانسان زعما ذو اخلاق عاليه، الله يجازيه بخير. هادشي اللي كنقول بك الله يكبر بك، ومرحبا بكم الاخوان كاملين. دونك ها هي الكلاس بي، شحال نقول لهم سيدي احمد؟ انت نيت بشحال دي جي تقريبا؟ قلت لي قلت لي تقامت عليك بشحال؟ شي 15 و800 تقريبا. يلاه الاخوان جيو ديو 15 و800. الله يسخر 15 ونص سيدي، الله يسخر والله يبارك لك الحبيب ديالي في هذا السي ماكس. راه قرب عمران قرب. كنشكرك السي احمد والله، تستاهل كل خير من الكليان ديالنا، وان شاء الله عاوتاني ملي تبغي تبدل راه ما تفوتناش. تفضل السي عمران، تفضل عطيني. شكرا. السويريت ها هو السويريت السي احمد، الدوبر راه عندك، الله ييسر لك خويا. الاخوان السي ماكس الله يدخل عليه بالصحه والسلامه. العامره الاخوان، هذو الدفعه الاولى اللي خرجت في الاول، في العامره الاولى والمليح ونقى. صافي راه بدل السلعه ديالو بالصحه فطوركم كاملين. سير خويا وبصحه فطورك اخويا احمد، والله ييسر لك اخويا، الله يبارك لك انت ويبارك لنا حنا في هذه السياره. الله يبارك لكم الاخوان. اسويك ديالك الاستاذ خويا حويجاتك على خاطرك الحبيب. فهي الاخوان ضربه 113000، راه دوزيام ما هو دوزيام، انا اللي كتبعتها له بريمير ما. دونك ها هي 15 ونص اللي بغى يدي المليح، مرحبا به. كما سمعتوا الاخ قال لك راه 15 قلت له سيدي 15 ونص الله يسخر. المهم راه مازوت اوتوماتيك. موديل راه 2013 الاخوان، 2013 راه بريمير ما، خديتها من عند واحد الدكتوره، هو دوزيام ماه. مغلفها كلشي نقي، كلشي ممنوع الضرب ممنوع الجرح، المليح المليح. عدي البي ناضيه حتى البلافو كحاله معلم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. وانتم عارفنا الاخوان حديد الالمان تبارك الرحمن، راه ما مغسوله ما والو، كنشاركوا معكم الواقع، ولكن شي حنا راح نديروه غنقدوه اللي خاسر غنقدوه ان شاء الله. المهم دوروا معايا خفاف باش نربحوا الوقت، هذا هو الربح عندنا، هو الربح الوقت. صافي سير صافي، هز معاك الحويجات. مرحبا. ولكن شي سي ماكس شي فورد شي حاجه للبيع الاخوان ما تنساوناش، مرحبا بكم. سلام خير، تفضل الله يبارك فيك، بارك الله فيك. سير خويا سير طريق السلام، ما تنساوناش الاخوه من الدعاء المبارك والاشتراك في القناه. ولا كاين شي سي ماكس بحال هادي، ولا شي تيغوان، ولا شي توران، مرحبا الاخوان الطيبين. ها هي البي 180 2013 ضربه 100، شحال شفنا قبيله تما. المهم داكشي اللي شفتو تما. تنشكر الاخوان اللي زارونا اليوم، الله يسهل عليهم، مرحبا بالجميع. دونك ها هي 15 ونص اللي بغاها، مرحبا به. يعني راه السد الخيل تيغوان، راه الاخوان تعربنات هي والتاكسون. دونك مرحبا بالجميع.